بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده عن ازاي تحذف رقمك من حساب سناب شات بسهوله. بندخل على سناب شات، بعدين بنروح على الصوره الشخصيه اللي فوق على الشمال دي، وبعدين بنروح على الاعدادات من فوق على الشمال برضو، بندخل على رقم الهاتف من هنا اللي هو ده. في اكتر من طريقه عشان تشيل الرقم ده من الحساب. اول حاجه انك تغير الرقم تاني، ودي اسهل حاجه ومعروفه طبعا. تاني حاجه انك ممكن تمسح الحساب ده خالص، وبعد ما يعدي 30 يوم الرقم بيتشال خالص من بيانات سناب شات. تالت حاجة وهي ان تفضل تغير اخر رقمين وتبدل بينهم لحد ما الرقم بيتشال لوحده. رابع واخر طريقة انك ممكن ترسل الدعم بتاع سناب شات وتقول لهم سبب مقنع عشان يشيلوا الرقم بتاعك. وبكده مفيش طريقة رسمية غير الاربع طرق دول. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو وتشترك في القناة، وتشوف بقى الفيديوهات.